ناقص صبعنك بدوني هيج تحس بعيوني خذني وياك وامشي بعيد ما جنكم تعرفوني خلت بأثار حدكم طفل ولا إذا بستكم ولينشد متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وعاشوراء في المحمرة. السلام عليكم. عظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم. السلام عليكم. محمد فرحاني من مدينة المحمرة خرمشاه، خادم موكب سيد الساجدين الإمام زين العابدين، مريض كربلاء. ونحن عندنا خدمة منبر قراية وزيارة عاشوراء قبل القراية، وعندنا قراءة قرآن وتفسير قرآن بقراء دولية، وبعدها عندنا مراسم عزاء رادود وعزاء، وعندنا على مائدة إمام السجاد بالمضيف إمام السجاد توزيعات الأكل شربت الماي شاي شنو أكو هنا عندنا على حفاظات وفر الشغلة على قولتنا بس بندي وهاي وشغلة سفريات مشان الأموم اللي يجون هنا يشوفونهم نوع فرد نوع تمثال وتماثيل نراوي صحن أي تشابه نراوي صحنة كربلاء هسه حد حد المقدور عندنا أيام ثامن أيام سابع شبيه القاسم شبيه علي الأكبر عندنا مراسم الرضيع عندنا مراسم رغية بنت الإمام الحسين سلام الله عليه مراسم إن شاء الله أريد نراوي الجيل اللي بحلنا واللي بعدنا والأصغر من عندنا أيون يشوفون شنو صار وشنو جرب كربلاء حد الامكان حد المقدره مالتنا نراويهم خدمتكم عزيز. طيب الله انفاسك موفق لكل خير ان شاء الله. احسنت نور عيني انت. احسنت بارك الله فيك. متعوده تحاجيها صبحها وتمسيها بياك المتصبح. نعم احبائي المشاهدين معنا ايضا احد خدام الحسين. السلام عليكم. عظم الله عليكم. السلام عليكم. عباس المعفاوي. ان شاء الله كلمه عزاء تحب تقدمها للعالم بهذه المناسبه الاليمه. ان شاء الله احنا ندعي للشفاء المرضى بهالوباء الكورونا وندعي ان شاء الله كنا نخدم بابا عبد الله هناك عد الحضره. يعني امنيه عندك الزياره ان شاء الله هالسنه تنفتح حدود ان شاء الله. ان شاء الله يا الله. احنا باذن الله بعد بالعشره الاولى شنو ترتيبك شنو برنامجك بالخدمه الحسينيه؟ نخدم ابا عبد الله نخدم الزوار الحسين. تجينا بهاي الهيئة المباركة إن شاء الله كل وقت إحنا موجودين نخدم أبا عبد الله ونخدم الزوار اللي يجونا. شنو نوع الخدمة اللي تقدمها أنت عباس؟ إحنا والله الخدمة أي شيء اللي يصير أي شيء اللي يكون أي مهمة إحنا نقوم بها إحنا بالخدمة. أحسنت يا عباس. طيب الله أنفاسك بارك الله بك عزيزي. أحسنت بارك. ما ترجع لي بويا ترجع لي بويا يم بتشيني بتشيني لا تخليني. نعم احبائي المشاهدين معنا ايضا احد خدامه ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم. عظم الله اجرك. السلام. حياك الله عزيز. حياك الله. زين الحمد لله. انت شلونكم؟ زين. اسم حضرتك؟ انا عباس. حياك الله يا عم. ابو عزيز انا خدمت. والنعم من ابو عزيز. أنا بارك الله فيك. شلون اشوف اجواء محرم هاي السنه بالمحمره؟ والله زينه كل سنه سنه عن سنه تصير شويه يعني احسن. اي احسن. شوف اكو مانع من الحضور يعني الناس هل مانعهم الوباء من الحضور لمجالس الحسين؟ لا لا ماكو هيك. لا عقيدتهم تقول لهم روحوا لمجالس الحسين. ماكو شيء. ما شاء الله. نلو نحب الحسين ما نخاف من شيء. عفية عليك. اي بعد تشاش. عفية عليك. اي والله. انا وخدم. تو نحب الحسين من صدق؟ اي. يا خاف. تخاف من شنو؟ أيوة. حسين تخاف من شيء؟ خذ وراء الاسماء. سلام الله عليك. احسنت. شنو الخدمة اللي تقدمها هنا بالموكب؟ والله كل شيء نخدم يعني ننظف، نسوي، كل شيء نسوي، شوارع السجوب. احنا عندنا البلدية هسه كم يوم فوق محتصمين، بس شوف هسه هنا قدام المواكب ننظفهم، الشباب كلهم ينظفون يعني ما يخلون شيء. هنا يعني من بعد من نشيل احنا الموكب بوعد حذر المواكب الشوارع كل بوعدهم هنا اشوف شلون نضيف ضال وش اسمه بس ما يخلون البلديه يعني كل سنه تاخذ منا الاول مات الستيج ما ادري شنو بس ماشي الامور. ابو عزيز اسالك سؤال انت بالبيت هم تنظف لو لا؟ لا. زين ليش بيت الحسين شنو السبب؟ هاي كلة الرفع يختلف بعد
نادي الحسين بعد يختلف. وأكيد بالعمل تتعب، العمل مالك طبعا المعتاد، لا العمل المعتاد دوامك الرسمي اللي تروح، بس هنا تختلف القضية. اي بعد ماكو تعب، للثلاث لأربع نظل والصبح من الشغل. بارك الله فيك، انا بخير ان شاء الله. جزاك الله خير، جزاك احسنت. طيب الله انفاسك، ما ترجع لي بويا، بس حاجيني حسين. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، واحد خدام ابي عبد الله الحسين في هذه الهيئه المباركه، هيئه سيد الساجدين. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وجورنا واجوكم بهذا المصاب العظيم، مصاب ابي عبد الله الحسين. هيئه سيد الساجدين، شنو ترتيبكم من الالف للياء؟ احكي لي من البدايه للنهايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا اسسنا هذا الموكب لان يصير بها نظام عالمي ونظام شارعي، لان نقدر نمثل نوع الخدمة الحسين، نوع ترويج الحسين بالشارع. صح، يعني احنا خلينا هنا قرآن مالنا موجود، ومن بعدها غراءة الخطيب المنبر، ومن بعدها لطم عزاء للحسين وابو عبد الله الحسين واصحابه. الله يخليك على حفظك. الله يسلمك. شلون شفت الطريقه ناجحه بالشارع؟ هسه احنا جاي نشوف سيارات وناس رايحه جايه، الخطيب اللي يصعد هنا اكو حضور له او لا؟ طبعا حضوره صار اقوى، لان شني هذا هنا يصير وقفه للمستمعين بالشارع، يحب يعني يشوف شيء تطور جديد بخدمه الحسين، فيجون هنا ويلتجئون. ما شاء الله يعني حضور قوي وعالمي، صارت احسن من السنه اللي قبلها وبعد قبلها وقبلها، فهذا صار يعني الشيء. يشوف شباب من اللي كانت غير كانت بالشارع التجهت الى خدمه الحسين ومواكب الحسين، والتجهت الى معنويات الحسينيه. هذه المعنويات الحسينيه كانت اول بالشارع ما تبين، يعني ضايعه، بس من صارت بالحسينيات هسه صارت بالشارع، فهذا الحمد لله والشكر شفنا احنا عليه يعني نتيجه قويه، لان شفنا الشباب الذي كانوا يعني غير خدمه الحسين هسه اجوا هم بنفسهم يطلبون من هذا من عندنا الذي بهاي عشره محرم نقوي هذا الشيء في بحث وخدمة الدينية الحسينية. جزاك الله خير الجزاء. الله يخليك، الله يحفظك. ترى محتاجين دعاءكم والله. محتاجين دعاء، محتاجين دعاء. الله يخليك، الله يحفظك. سيدنا سيد عبد الله، طيب الله أنفاسك.